خلاص. كتب المقال، كان طبعا المقال للقراءة، هو الناس ساعتها أثاروا لغط شديد جدا، محمد علي أثاروا حسنة في مصر ولا لا، والكلام ده أيام ولاده في آخر أيام الإنجليز. فمحمد عبده قال لهم إيه؟ قال لهم لما كثروا أنا هقول لكم إيه اللي عمله محمد علي. محمد علي كان باني، كان زارع، كان جندي قوي، كان مش عارف إيه، لكن هو عمل كذا كذا كذا. ثم قال عبارة مفتاحية، قال إيه؟ هو لم في السلاح من الناس، عمل كذا عمل كذا، وسلط عليهم الأجانب والخواجات وقتل فيهم النخوة، ثم قال حتى كسر بأس الأهالي. يعني انت لو ليك ابن طول عمره طول عمرك تضربه وبتهينه وبتشتمه ومش عارف ايه وبتاع، هل ده تتصور ان هو يبقى عنده نخوه او كرم؟ انا طول عمري بتهان، انا ايه اللي يخليني عندي كرم؟ خلاص، ايه اللي يخلي انت كل يوم بتقتل فيها النخوه والكرم، كل يوم كل يوم كل يوم، انا بقى هبقى ايه؟ الكلام ده لمده 85 سنه هو واولاده. فلما يجي واحد خارجي، ايه بقى الفرق بينك وبين الانجليز؟ يعني الاول كنت بحارب لله ورسوله ايام الممالك، يعني انا لما مماليك مش عارفين يدافعوا عن البلد انا دافع عنها، بس انا مش حاسس ان هي بتاعتي. ده انت بتقول لي انا الزارع الوحيد والصانع الوحيد والملك الوحيد، وانت بتقتلني عشان تعمل ترعه، لدرجه ان ابراهيم باشا اثنى عزم محمد علي قال له على فكره الناس بتموت والعيال بتهرب مني، الناس على مكان يسمعوا ان الجيش جاي هياخد ناس عشان يشغلهم في الصخره يجروا. فقال له انا على فكره لقيت حل. قال له ايه؟ قال له هاخد حريمهم اشغلهم صخره، ما هو مش حريم هتشتغل. لا ابراهيم باشا قال له لا ما وصلش للدرجات. وابراهيم سفاح ابنه برضه نفس الحكايه، اللي هو ميزانه وميدانه في تمثاله في ميدان العتبه المشاور ده على طول كده، لكن هو كان سفاح برضه زي ابوه بس على كده وكان ارحم من ابوه. قال له لا ما ينفعش كده. وليه بقى السبب؟ قال له لا ما هو انت يعني كده هتبوظ الاسره نفسها، فالوحده المنتجه يعني حاجه كده اللي هو انت هتفقي، يعني مش حرام ولا عيب ولا كرامه ولا النخوه ولا العرب لا تفعل ولا لا تتسامى العرب اننا روعنا بنات محمد، ما فيش الكلام ده، يعني مش الجو الجاهليه خالص. لا قال له يعني حاجه كده حاجه نفعيه، يعني ان هو كده انت هتخسر كتير لو عملت كده حاجه زي كده. خلاص طيب.